خلي من حادث بشع جدا جدا جدا. يعني احنا كل فتره هيحصل لهم نفس القصه. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا صاحبتي من 23 سنه ودي اعز صاحبه ليا مسيحيه، بناكل مع بعض وننام عند بعض، والله اعز اصحابي. ولو عندي مشكله الوحيده اللي بأتمنها على المشكله اللي عندي وعلى اصحابي هي صاحبتي دي. ما فيش فرق بين مسيحي وبين مسلم، دي بدعه، دي ناس عايزه تفرقنا عن بعض، ناس عايزه البلد والوطن عقله يتشتت في حته تانيه، ناس عايزه تدبرنا، لكن ما فيش فرق ما بين مسيحي ومسلم والله، لان كلنا واحد وكلنا اخوات وكلنا اصحاب. والله انا حزينه على اللي بيحصل، انا بكيت عليهم يوم العيد وبكيت امبارح، لان دي روح ودول اصحابنا ودول اخواتنا ودول اعز. يعني حضرتك صاحبتي اللي معايا دي انا بشوفها اكتر ما بشوف اختي، بشوفها اكتر ما بشوف بنتي اللي في البيت، لاني مقضيه معاها 8 ساعات و9 ساعات شغل في اليوم. فالكلام ده جديد علينا وجديد على مجتمعنا حقيقه. فهنقول ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله الغيمه دي هتنزح قريب، ان شاء الله الدنيا هتبقى احسن بايدي وبايد حضرتك وبايدينا كلنا، كلنا لازم نساهم، كلنا لازم نساعد، وكلنا لازم نشوف الدنيا. الناس اللي حصل لنا ده حصل لنا ليه؟ حضرتك شايفه فعلا اسباب حادث زي كده يكون ايه؟ فتنه ان هم يضربوا المسيحيين في المسلمين، دي ملهاش اي تفسير، او يشغلونا او يخلونا احنا جوه مجتمع واحد ان احنا نضرب في بعض، وان يقولوا ان المسلمين دول ارهاب، وان المسيحيين دول المسلمين عايزين يقضوا عليهم. دي حقيقه، ان هم عايزين يشغلونا بحاجه تانية، عايزين عشان بيدبروا لحاجه اكبر. ممكن يكونوا بيدبروا لانقلاب حكم، ممكن يكونوا بيدبروا لاي حاجه تانية انا مش عارفاها او عقلي ما يتخيلهاش، عشان يشغلونا بالحاجه الصغيره. هي مش صغيره، هي حاجه كبيره، وده طبعا شيء فادح اللي حصل ده، علشان هم بيخططوا لحاجه تانية. ف بيخططوا لفتنه، بيخططوا الله اعلم هي ايه، بس احنا لازم نتكاتف ونحط كتفنا بكتف اخونا المسلم، لان دول صحابنا، دول جيراننا، دول اخواتنا، دول اللي عمرنا معاهم من سنين، طلعنا لقيناهم بنعمل مع بعض كحك العيد. ايام كنت صغيره عند ماما بنقعد حضرتك على ترابيزه واحده وبنعمل كحك العيد مع بعض. بيحصل فعلا. تنزل حضرتك صاحبتي دي تشتري معايا لبس العيد ليا ولبنتي، وانا كمان بنزل معاها في عيدها نشتري لبس العيد ليا ولبنتها. الف شكر لحضرتك.